صباح الأسرة رفقة سعيدة على ميديا. إذن أرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، وكما ذكرت سابقا مستمعينا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت شريكا أساسيا في حياتنا، وهي من أعظم الإنجازات البشرية، وقد تحولت لعالم خاص وأصبحت ذات تأثير كبير بين الناس، وخاصة فيسبوك تويتر اليوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. ويقع معظمنا في أخطاء عديدة عند التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من الأمور التي قد تسبب الأذى للآخرين وتشويه صورة الشخص وانتهاك خصوصيته. وكما يوجد لكل شيء في الحياة أصول وأساسيات في مجالس، مثلا زيارات الطعام وكذلك زيارات الاجتماعية وغيرها، هناك أيضا قواعد خاصة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامه، وهو ما يمكن أن نسميه رقي السوشيال ميديا. فكيف يكون الشخص راقيا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه اليوم رفقة الأستاذ عبد الحميد لعا، مستشار تربوي وأسري، مدرب تنمية ذاتية، أستاذ مادة فلسفة وتواصل بمدينة العيون. صباح النور أستاذ لعا، أهلا بك. صباح النور والسرور من العيون أيضا لك وللمستمعين. أهلا بك وأهلا بجميع مستمعينا في كل أقطار المغرب الحبيب وكذلك خارج المغرب. فأولا أستاذي، يجب أن نذكر بأن هذا الموضوع فكبير ومهم ويحتاج لساعات وساعات، إلا أننا سنحاول أن نتطرق لبعض الأمور ولو بشكل مختصر وبسيط نظرا لأهمية هذا الموضوع. فأولا للتوضيح أستاذ لعاء، هل فعلا تعتبر مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي كالعالم افتراضي هي الأخرى مجال للتعبير عن رقي الشخص؟ نعم، عندما نتكلم على هذه المواقع والوسائط ديال التواصل الاجتماعي أتفق معك بأنه واحد المجال اللي خصو وقت كتير جدا، ربما للتفصيل فيه وربما أيضا للحديث عنه وتقريب الصورة دياله إلى آخره، وإن كانت الصورة مقربة لدى الكثيرين. ولما كنتكلموا على هذه الوسائط هذه في التعريف بالنسبة للموضوع ديالنا باش يكون المجال محصور، وهي المواقع اللي كتيح التواصل بين الآخرين ومع الآخرين بطبيعة الحال عبر نشر واحد المحتوى أو عبر الاطلاع على واحد المحتوى. نشر المحتوى موجه للآخرين أو الاطلاع على واحد المحتوى نشره ونشره الآخرون بطبيعة الحال موجه إلي وإلى الآخرين. أتفق معك كثيرا بأن هذا واحد المجال مشترك كبير، وهو يمكن نقوله الصورة الثانية والعالم الثاني ديالنا اللي كنعيشوه. وبطبيعة الحال ما يمكنش الشخص يكون راقي في الواقع الحياتي والاجتماعي وما إلى ذلك وما يكونش راقي في العوالم الأخرى، وخاصة على رأسها هذه العوالم ديال التواصل الاجتماعي بمختلف الأشكال ديالها المتعددة. ثم خصنا نعرفوا بأن اللي هو راقي، راقي دائما في كل مكان في كل زمان في كل شيء، في علاقاته في تواصله وفي عوالمه حتى الافتراضي وحتى في عالم الخلوة دياله الخاصة دياله كيكون إنسان راقي. لذلك ثم أيضا أضيف بأن القوة هذه المواقع عندها واحد تأثير خطير جدا، خطير جدا على مستوى تعديل سلوك الأشخاص، تأثير في الوعي ديالهم، تأثير على الأفكار والقناعات والمواقف ديالهم. شفنا كيفاش دول سقطت، شفنا أشخاص كيف نهار، شفنا أيضا أحزاب كيف تراجعت في انتخابات وغيرها عبر هذه الوسائط. هذا عنده تأثير كبير، وهو أيضا مما يؤكد بأن التأثير، شفنا ناس لجؤوا للعدالة، وهذا أحد المشكلات الأساسية جدا، لجؤوا للعدالة ضد ما ينشر ضدهم، اعتداءات عليهم إلى آخره. ولذلك سيكون الهدف بطبيعة الحال كيف نرتقي داخل هذه العوالم وداخل هذه الوسائط ديال التواصل الاجتماعي، وكيفاش نعكس الصورة الراقية ديالنا اللي كاينة في الواقع يفترض أن تستمر داخل هذه العوالم، ونجاوز الأخطاء المفترضة أن نسقط فيها داخل ولوج إلى هذا العالم واقتحامها. نعم، إذا نتوقف أولا مع الأخطاء، الأخطاء التي تفقد الشخص الرقي ديالو في هذه الوسائل والوسائط أستاذ لعا، ما هي الأخطاء؟ نعم، عندما نتكلم على الحياة هي دايرة هكا، كل مجال يلجه الإنسان إلا وقد يرتكب أخطاء، والأخطاء فيما يتعلق برقي الإنسان داخل العوالم أي واحد، لأن خصنا نعرفوا بأن واحد عدد كبير جدا كما كيقول واحد تقرير صدر في جونفيي 2021 يناير 2021 ديجيتال 2021،
كيتكلم بأن الفيسبوك فيه أزيد من 2 ملايير و800 مليون، وهو كيشكل 36%. بمعنى هذا النوع ديال الاطلاع ديال الإنسان وكل ولوج لهذه العوالم هذه كشفنا على وجود أخطاء، وخاصة عبر المحتويات التي تنشر إلى آخره، ولعل على رأسها هو إنشاء حسابات وهمية وبأسماء مستعارة. شفنا الناس كانت وصلوا معهم ما عرفناهمش شكون هما، من خلف هذا الحساب. هذا ربما من الأخطاء اللي مقلق الجميع. شفنا أيضا أشخاص خلقوا حسابات داخل هذه العوالم هذه وداخل هذه المواقع وهذه الوسائط، خلقوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين اللي هما معروفين داخل المجتمع، شخصيات سياسية دينية اجتماعية تربوية إعلامية إلى آخره، وهي كلها بطبيعة الحال كيكون الهدف منها مال التشهير والإساءة وما إلى ذلك. أيضا شفنا نشر محتويات خارج كل جهة تسمية الأخلاق، فيها اعتداء على الطفولة، فيها اعتداء على الكرامة، اعتداء على الأعراض ديال الناس، فيها اعتداء على المبادئ والمواقف الأشخاص إلى آخره. شفنا أيضا تعليقات فيها إساءة وفيها اتهام، وشفنا أيضا تعميم للأسف. وملي كنقول التعميم والأحكام العامة، شفنا ضد ديانات، ضد دول، ضد أشخاص، ضد فئات، بحال مثلا مثلا غادي نقول كل النساء ولا كل الرجال ذئاب، هذا حكم عام جائر في الحقيقة أن ينشر في هذه المواقع هذه مثلا إلى آخره. أيضا نشر التفاهة للأسف، وهذا من ضمن الأخطاء التي تجعل كيف الشخص يكون راقي وهو ينشر التفاهة ويتابع التفاهة ويلج إلى بعض المواقع والحسابات ديال التفاهة إلى آخره. هذه كلها أخطاء، وطبيعة الحال ماشي فقط هذه الأخطاء، أيضا أخطاء كثيرة جدا يمكن في حديث آخر تفصيل فيها. أكيد. إذا الأهم الآن نتعرفوا على القواعد اللي كتجعل الشخص راقي في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أكيد هناك مجموعة من القواعد والخطوات البسيطة اللي يمكن يستخدمها في هذه المواقع. نعم، هناك الكثير من القواعد، غادي نوقف عند البعض البسيط منها. والبسيط، كل من يلج هذه المواقع مقلق على الناس اللي ما دايرينش الحسابات ديالهم بالأسماء ديالهم. من يريد أن يكون راقيا يفتح حساب بالاسم دياله بالصفة دياله، واضح يكون كاشف على وجهه، وهذه المقدمة ديال الرقي ديال الأشخاص. أيضا أن ينشر نشر كل ما هو مفيد، واللي كنتكلموا نشر كل ما هو مفيد، مفيد في المجال الديني، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، اجتماعي، علمي، تربوي إلى آخره. وهذا نشر الإفادة شنو هو؟ غادي نكونوا كنحاربوا بها التفاهة اللي ربما سيطرت في واحد الجزء على هذه العوالم. أيضا أن نكون أن نعيد نشر والتقاسم ديال الأشياء اللي جاية من المصدر. شفنا شحال البلاغات، ولعل آخرها بلاغات تدعو التلامذ وكتقول لما تجيوش نهار 5 أفريل غادم ديال الاثنين ووزارة التربية الوطنية تكذب. لماذا نشر هذه التفاهة؟ إعادة النشر، إعادة النشر. غير مثال صغير، شفنا في عالم كورونا كم انتشرت الإشاعة، وكل اللي كان ربما ساهم بشكل كبير بها هو هذه المواقع هذه. إعادة النشر خصو يكون من المصدر ديالو. الابتعاد عن التشدد والعنصرية والتحريض على العنف والأعراض الناس، فرقي الأشخاص من رقي الأفكار والوعي ديالو داخل هذه العوالم وما ينشره. أيضا أن نقارع الرأي بالرأي والحجة بالحجة. ندخلوا الآن دابا لكومنتير في المجال في الفيسبوك مثلا كعالم بسيط، ندخلوا لكومنتير لمن يقدم رأيين ونشوفوا التعليقات كيف تكون. راه غريب جدا ديك التعليقات اللي فيها بعض الأحيان تخدش الأخلاق وتخدش الكرامة، ومن وراء هذا الاسم هذا بعض الأحيان كنلقاو أسماء كبيرة ولا مربين ولا خارج هذا العالم. هذا هو خطير جدا. أيضا أن نكون مؤمنين بالاختلاف. رأى الإيمان باختلاف هذه العوالم غادي يلتقوا مع اليهودي والمسيحي والمسلم، والمسلم بطبيعة الحال في التيارات ديالو يلتقوا مع أجناس مختلفين مع ثقافات اجتماعية مختلفة. من يؤمن بالاختلاف سيعرف بأن هو صلب الحياة، وهذه المواقع ستساعدنا أكثر. إنشاء مجموعات، وهنا كنتوجه من ينشئ مجموعة، عار أننا ننشئ مجموعة ببنات مدينة كذا مثلا، أو ببحر الفئة من المهنيين، أو وهي تسيء، هي كلها إساءة وليس تشريف وتكريم إلى آخره. فنشر فخلق هذه المجموعات ربما قد يفيدنا أكثر، وبطبيعة الحال ذات إيجابية. بطبيعة الحال أن تكون مهمة جدا أن نتجاهل العبث،
ما نبقاوش نمشيو لذاك المواقع اللي فيها العابات وكنزيدوها في العدد لي فيو ونزيدوها في العدد ديال الاعجاب وفي الاخر نحتج. لا بالاول ما تدخلهاش، ابحث عن الفضيله اينما كانت، والفضيله بطبيعه الحال قد تكون اخلاق، وهنا كان من اسمى اشكال رقي الاشخاص هو عدم التناقض. كيف ادعو الى فضيله في الفيسبوك مثلا وكان مارس العكس ديالها في الواقع؟ مثلا كنقول خاص الناس ما كيحترموش مرات الرجلين وهو ما كيحترمش مرات الرجلين في الواقعية. حتى التناقض وغيره بطبيعة الحال كيجعلنا الشخص عدم التناقض كيجعل الشخص راقي بالإضافة إلى باقي القواعد. إذن أكيد عندما نقول كن راقيا، راقيا فيما تقدمه من محتوى في التواصل الاجتماعي، والأهم يجب مراعاة الدين والعادات والتقاليد واحترام حرية الآخرين والبعد عن مظاهر الفساد والانحلال بجميع أنواعه كذلك وأشكاله، والالتزام بالرقي والأخلاق العالية والصفة المثلى، لأن الاحترام على ما أظن هو من أساس الرسالات في كل زمان ومكان. أكيد أستاذي عبد الحميد لعا، أستاذ طبعا مادة فلسفة وتواصل، مستشار تربوي وأسري، مدرب تنمية ذاتية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات اليوم. وللجميع نتمنى دائما كل الرقي فيما طبعا يتعامل به مع نفسه ومع الآخرين. أستاذي الفاضل شكرا جزيلا، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ سعيدة، وشكرا لكل الراقين في هذه المواقع هذه، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.